أقدمت أنا كطالب علم على دراسة أصول الفقه. أصول الفقه يدخل أول باب، باب الكلام، الوضع العربي والنحو والصرف والبيان والبديع والمعاني والشعر والنثر، يعني ما يتعلق باللغة العربية. إذا أحتاج الآن أتصور ما معنى وضع، ما معنى صرف، ما معنى نحو، ما معنى بديع، ما معنى حقيقة، ما معنى مجاز. والآن الآن يعني يصبح هناك نسب، ابن تيمية مثلا قال لا مجاز في اللغة، علماء اللغة كلهم قالوا يوجد مجاز في اللغة، فهذا نسب إلى اللغة، إلى المجاز النفي أنه في اللغة، وعلماء الأمة أثبتوا. فإذا معنى كلمة مجاز وفهم وتصور هذا الأمر، هذا يسمى تصور، ووجود المجاز في اللغة العربية أو نفيه عنه هذا يسمى تصديق. جئت إلى مبحث أو إلى باب الأمر والنهي، العام والخاص، المجمل والمبين، الظاهر والمؤول، أفعال الرسول، النسخ، التعارض، باب الإجماع، القياس، الأخبار، الحظر، الإباحة. فعندما تدخل لهذه الأبواب تحتاج إلى، جئت إلى باب الأمر، تعريف الأمر، من يدخل في الأمر، من غير داخل في الأمر، العام، الخاص، المجمل، المبين، الظاهر، المؤول، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس الآن نحن نقول، ليس قاعدة، ليس كل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أو لم يتركه، أو كل ليس كل ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم محرم، أو ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل هذا على التحريم. غيرنا قال لم يفعله رسول الله إذن هو حرام أن نفعله. النسخ، بعضهم قال لا يوجد نسخ، علماء الإسلام أهل السنة يقولون يوجد نسخ. عندك مثلا الإجماع، إجماع أهل السنة يقولون هذا دليل، أصل من أصول، من الأصول في الشريعة الإجماع. غيرنا قال لا يوجد إجماع. أحتاج أن أفهم ما معنى إجماع. غيري نفى عنه أنه من الأدلة الشرعية التي يستدل بها في الأحكام. أقول مثلا أجمعت الأمة على كذا، أنا أثبتت الإجماع أنه من الأدلة الشرعية. باب القياس، نحن أثبتنا القياس دليل من الأدلة الشرعية، دليل من الأدلة الإجمالية. غيرنا قال لا قياس في الشريعة. أبواب أصول الفقه كلها تحتاج فيها إلى تصور، أن تتصور الأمور، وتحتاج فيها علم الدليل، علم الحجة، علم التصديق، حتى الآن تنفي وتثبت بهذه الأصول، بهذه القواعد، بهذه الضوابط التي الإنسان يتعلمها.